تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. نتابع في الملف الاول احتفالات المانيا بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، هذا الجدار الذي شيد في اعقاب الحرب العالميه الثانيه وقسم المانيا الى جزئين او شطرين، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. بهذه المناسبه حذرت المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل من تصاعد وتيره العنف وايضا الكراهية، خاصة مع عدم الرضا الذي يشعر به بعض المواطنين في الولايات الشرقية. ميركل أيضا في حديثها اليوم أشادت بمواطني الشرق أو الولايات الشرقية في الثورة السلمية التي أدت إلى تحطيم أو سقوط جدار برلين. أجواء مثقلة بملامح تصاعد النزعات القومية، وبعيدا عن الأمال التي خلفها انهيار الستار الحديدية، تحتفل ألمانيا وأوروبا بالذكرى 30 لسقوط جدار برلين عام 1989. الاحتفالات لن تكون ضخمة، خاصة مع الأجواء السياسية السائدة في ألمانيا التي تشهد استقطابا غير مسبوق إثر تقدم اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين في الانتخابات. وفي هذه السنة يتغيب قادة قوى الحرب الباردة سابقا عن هذه الذكرى وسط فتور العلاقات مع واشنطن جراء سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا أولا ومساعي بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد النفوذ الروسي. وزير خارجية الألمانية هايكو ماس قال إن الوحدة الألمانية هي هدية أوروبا إلى ألمانيا في ختام قرن تسبب فيه الألمان بمعاناة لا يمكن تصورها لهذه القارة. وغذى سقوط جدار برلين الذي قسم أوروبا ما بعد الحرب آمالا آنذاك بحقبة من الوحدة والوئام ونزع الأسلحة وتوسع نموذج الديمقراطيات الليبرالية، لكن يبدو أن الأجواء اليوم تغيرت، تبدو كحرب باردة جديدة. فالاتحاد الأوروبي يتهم دولا تحررت قبل 30 عاما من الأنظمة الشيوعية مثل المجر أو بولندا بتهديد دولة القانون، فيما تسود النزعة القومية لدى الرأي العام. فالحرب الباردة تعود، لكن هذه المرة بشكل مختلف، ولهذا خرجت الولايات المتحدة من معاهدة نزع الأسلحة التي كانت موقعة خلال الحرب الباردة، ما مهد الطريق أمام سباق تسلح جديد موجه ضد الصين وروسيا التي تفرض نفوذها في كل مكان تنسحب منه الولايات المتحدة. فكان يفترض أن يكون جدار برلين آخر الجدران، لكن بعد 30 عاما من سقوطه يتواصل تشييد جدران في مختلف أنحاء العالم لمواجهة تحديات العولمة، ليواجه العالم مشاكل الأمن الدولية بجدران وعسكرة واعتزال. ويرى محللون ضرورة عدم الخلط بين الجدران الحالية الحدودية الهادفة للتصدي للهجرة غير الشرعية ووقف التهريب وحماية الأمن القومي للدول، وبين جدار برلين السابق الذي كان يمنع الخروج. ينضم إلينا مباشرة من برلين العاصمة الألمانية السيد عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية. تحياتي لك أولا سيد عبد المسيح، وما الذي اتسمت به الاحتفالات هذا العام؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. طبعا هذه السنة تعتبر يعني الاحتفالات بشكل أو بآخر ربما تأتي في أجواء تذكر في يعني بعض تفاصيلها في الحقبة، حقبة الانفصال أو ربما حقبة الدولتين الألمانيتين والحقبة الشرقية، من خلال تصاعد وتيرة كثير من المشاعر العدائية كما ربما حذرت ميركل، ولكن لأسباب ولدوافع مختلفة وبأشكال مختلفة. طبعا كما ربما أسلفتم أيضا في التقرير، كان العالم يتوقع وكلنا كنا
نراقب ذلك الحدث في تلك السنة، في يعني منذ 30 عاما، ونتوقع جميعا، وأعتقد أن جميع السياسيين والمحللين، أن حقبة جديدة فعلا قد بدأت في تاريخ البشرية، وأن هنالك مفاهيم وليس فقط ربما يعني مرحلة سياسية في تاريخ ألمانيا، بل ربما تحالفات كبرى ومفاهيم كبرى قد انتهت وتغيرت وحل مكانها أشياء مختلفة أو تحالفات مختلفة ومفاهيم مختلفة. طبعا شيء كثير من هذا قد حدث فعلا، العالم بعد هذا الحدث الكبير تحول من حقبة القطبين إلى حقبة القطب الواحد، لأنه بعد ربما 3 أشهر استقال غورباتشوف وانهار الاتحاد، بدأت مسيرة انهيار الاتحاد السوفيتي الذي يعني انهار سريعا بعدها، وبالتالي أصبح العالم فعلا في حقبة جديدة، حقبة يعني طغى عليها السيطرة الأمريكية، وأعتقد أنها لم تكن كثيرا أفضل من سابقتها من التشنجات في مرحلة الحرب الباردة وما سبقها. أعتقد أن العالم اليوم يعني اليوم يدور أحاديث كثيرة، السياسة وحتى الإعلام وحتى في الشارع الألماني، عن ما هو وجه التغيير وماذا حدث وما هي الإيجابيات وما هي السلبيات. أعتقد أن اليوم ما نسمعه وما يدور في هذه الكواليس أنه ربما وجه العالم اليوم ليس أفضل بكثير عن تلك الحقبة، ربما اختلفت اليوم الأشكال والأسباب والمشاكل وأسباب الكراهية وأسباب يعني الاحتجاز، وربما إذا صح التعبير، والجدران التي تبنى وأشكالها ومعانيها، ولكن بالنتيجة أعتقد أن معاناة نعم. الألمان نفسها ومعاناة البشرية لم تتغير كثيرا بعد هذا الحدث. طيب ما الذي يزعج أو يجعل أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية تتخوف منه، ويدعوها أيضا إلى أن تناشد جميع مواطني ألمانيا بأن يبتعدوا عن يعني حملات العداء والعدائية والكراهية التي قد تؤدي إلى عنف؟ هل هذه التخوفات في محلها؟ يعني بشكل او باخر ربما طبعا يعني في مكانها طبعا، يعني المجتمع الالماني والمجتمع الاوروبي تجتاحه موجات حقيقه من الكراهيه لها علاقه بما يجري اليوم من موجات لجوء تاتي الى هنا، ومن خلال العداء الذي بدا يزداد بشكل او باخر بين الالمان وبين الجاليات الاجنبيه التي تاتي من الخارج، والتي للاسف جزء كبير منها محمد بأيديولوجيات عدائية لهذه المجتمعات، وطبعا لا نشمل الكل يعني حتى نكون دقيقين في هذه القضية، وما ترتب عليها أيضا من مشاعر عدائية ورفض من قبل الألمان وغيرهم أيضا في المجتمع الأوروبي. هذه المشاعر حقيقة بدأت يعني تقض مضاجع الاستقرار والأمن، تهدد فعلا الوحدة الأوروبية، تهدد يعني إذا أخذنا على سبيل المثال مثال واحد فقط، وهو موضوع البريكسيت الذي كان على الأقل سببه الظاهر، رغم أن هنالك أسباب أخرى، ولكن هو موجات اللجوء والكراهية والخوف من هذه الانعكاسات السلبية. طبعا هذه المشاكل هي فعلا مشاكل خطيرة، وهي تهدد وحدة أوروبا، تهدد أمن أوروبا، تهدد يعني سلامة المجتمع الأوروبي وتغيير هنالك. أيضا يجب أن ننتبه إلى أن هذه الموجات من اللجوء التي أتت أيضا بدأت ترخي بظلال ثقافية أيضا مختلفة على الاتحاد الأوروبي وعلى الشعوب الأوروبية، هذه الشعوب التي كانت وربما على مدى آلاف من السنين تحمل ثقافة موحدة، اليوم أصبح هنالك ثقافات مختلطة كثيرة، وبالتالي هنالك تخوف يعني من هذه أيضا الموجات الثقافية والحضارية التي تأتي والتي بدأت تغير في بنية المجتمع الألماني والمجتمع الأوروبي. وطبعا هذه الموجات لها سلبياتها ولها إيجابياتها، ولكن بالنتيجة هنالك تغيير كبير وعميق في هذه المجتمعات، نعم. ولذلك أعتقد أن القضية ليست فعلا يعني بتلك السهولة التي يتوقعها البعض، هي هنالك فعلا مشاكل كثيرة يجب التنبه إليها. حزب البديل من أجل ألمانيا حزب يميني شعبوي، أحد الأحزاب التي تبدو الآن من الأحزاب المؤثرة اليمينية في أوروبا، تعمل في الداخل الألماني.
هل اتسعت أرضية هذا الحزب في الداخل الألماني؟ أعتقد يعني الانتخابات الأخيرة، يعني إن كان الانتخابات البلدية وانتخابات المحلية للولايات والجمهوريات الألمانية داخل الاتحاد الألماني، أعتقد أنها عكست تمدد وانتشار كبير لهذا الحزب. وطبعا هذا كما قلت نابع من أن هنالك اليوم الحزب ينادي بشكل أو بآخر بالحفاظ على الثقافة الألمانية، على أيضا على نقاء إلى حد ما يعني العرق الألماني بشكل أو بآخر. أنا يعني طبعا لست ميال، وأنا يعني بحكم عملي ربما أنا كمنسق للعلاقات العربية الألمانية في البرلمان الألماني أحتك بشكل يومي مع كل أعضاء هذا الحزب. أنا حقيقة لم أشهد يعني مشاعر نازية ولا عدائية بالشكل الذي يطرح يعني في الإعلام من هذا الحزب، ولكن أعتقد أن هنالك اليوم نزعة وتخوف كبير جدا من التغيير الذي تحدثت عنه قبل قليل، وهنالك من لا يريد هذا التغيير، من يريد أن يحافظ على الثقافة الألمانية، وأيضا هنالك حقيقة فعلا وهذه ربما يعتمد عليها هذا الحزب وأمثاله من الأحزاب الأخرى، أن هنالك تهديد حقيقي، هنالك تهديد أمني، هنالك تهديد ثقافي، هنالك من يريد أن يفرض ثقافته على هذه المجتمعات، هنالك من يريد أن يحدث تغيير سياسي تحت شعارات على سبيل المثال خلافة إسلامية وما شابه، وهذه يعني رغم أنها قليلة ولكن موجودة يعني في المجتمع الأوروبي أصبحت، وهي تستفيد من هامش الحريات هنا، وهذا طبعا بشكل أو بآخر يعطي يعني انطباعات ويؤدي إلى آثار سلبية حقيقة، أو ربما يعني مشاعر خوف عند الأوروبيين وعند الألمان، وهذا ربما ما لا تريده هذه الأحزاب وما تحاول أن تحاربه في المجتمع الألماني. وعلى هذا الأساس فعلا يعني ازدادت يعني قاعدة هذه الأحزاب الشعبية على كامل مساحة أوروبا وليس فقط في ألمانيا، وهذا رأيناه حتى في الانتخابات الأوروبية، كان هنالك صعود كبير جدا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة للأحزاب الأقصى يعني في أقصى اليمين وطبعا في أقصى اليسار، ولكن يعني هذا الصعود لأقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية أيضا كان ملفت، وهو يعبر عن ربما مشاعر أوروبية شاملة وليست فقط ألمانية. نعم، سؤال أخير يتعلق بحزب أيضا البديل من أجل ألمانيا، لأنه المستشارة الألمانية عارضت ما يدعيه الحزب من أنه هناك تقييد لحرية الرأي في ألمانيا، وهي أشارت أن هناك فرق كبير ما بين حرية الرأي وما بين المعارضة أو الدعوات إلى تفكيك ما قامت عليه ألمانيا من مبادئ الديمقراطية. هل آراء الحزب البديل من أجل ألمانيا تعبر عن قاعدة واسعة من المواطنين في ألمانيا؟ يعني هذه نقطة مهمة ربما، وهي حتى موقع نقاش يومي في البرلمان. أعتقد أن هذا الأمر ربما يكون له أسباب لها علاقة بأبعاد يعني انتخابية أو ربما أيضا سلطوية، الصراع على السلطة يلعب دور كبير في هذا الموضوع. ميركل اليوم هي تعتبر عرابة مشروع الهجرة إلى أوروبا، وهي صاحبة مشروع الأبواب المفتوحة إلى أوروبا، وأوروبا اليوم تحمل ميركل بشكل شخصي هذه القضية، وحتى المجتمع الألماني والأحزاب الألمانية وقسم كبير من أعضاء حزب ميركل نفسه يحملها، وهنالك دعوات كبيرة داخل الحزب ميركل داخل السي دي أو ليطالب حقيقة بإقالة ميركل وبعزلها عن السلطة، وأعتقد أن هذا الأمر يرتبط بشكل أو بآخر. ميركل تدافع عن سياساتها بفتح أبواب اللجوء لأسباب يعني حماية نفسها، ولكن أقول لك وأنا لست بموقع الدفاع هنا عن حزب البديل، وأنا أعرف هذا الحزب عن قرب وأعرف رئيسه وكل يعني المسؤولين الكبار به، أقول لك أنه لا يعني يزيد عن نصف عدد حزب البديل هم من الأجانب، وهم أعضاء يعني حتى نصف الأعضاء منه أعضاء في البرلمان
رشحوا يعني انتخبوا في البرلمان، ومنهم من هو ايضا من القاره السوداء، يعني منهم من هو اسود حتى، وبالتالي القضيه لا تصل الى هذا الحد. يعني لا اعتقد ان الحزب البديل يتبنى افكار تضرب او البنى الاساسيه للمجتمع الالماني، وايضا القوانين التي بنيت والدستور الالماني الذي بني عليه النظام القائم. نعم اعتقد انه بشكل او باخر يحاول الحفاظ على هوية معينة. هذه السياسة لها ما لها وعليها ما عليها، ليست دائما المشكل أن يعني على الصعيد الشعبي يمكن أن تجدي نماذج فعلا تصل حد الكراهية بناء على هذا الخطاب، ولكن سياسة الحزب بحد ذاته بشكل يعني مباشر أعتقد أنها لا تستطيع، حتى لا يمكنها وفق الدستور وفق أيضا القوانين المرعية أن تتبنى هكذا مشاريع، وإلا لما كان سمح لها بالأساس، لأن هنالك لجان يعني تقيم عمل الأحزاب وشعارات الأحزاب، لم يكن يسمح لها أيضا للدخول للبرلمان أو حتى خوض الانتخابات. نعم أعتقد أن اللعبة لها علاقة بالصراع السياسي الداخلي، وربما تستغل هذه النقطة ميركل بشكل دائم ضد هذا الحزب. أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من برلين العاصمة الألمانية. أتحول إلى الملف الثاني في هذه الحلقة، بريطانيا وملف البريكزيت والانتخابات المبكرة التي وافق عليها مجلس العموم البريطاني، والتي ستعقد في 12 من الشهر القادم شهر ديسمبر، وأيضا موعد التمديد الأخير للخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر يناير القادم. هل ستنتهي أو ستنهي الانتخابات المبكرة أزمة البريكزيت، أم ستعيدها مرة أخرى إلى الواجهة بكل تفاصيلها وبكل إشكالياتها؟ حزب المحافظين هل هو من سيشكل الحكومة الجديدة، أم حزب العمال الحزب المنافس؟ ماذا تقول استطلاعات الرأي حتى الآن؟ كل هذه التفاصيل نناقشها مع ضيفنا الأستاذ بهاء محمود، الباحث في الشؤون الأوروبية بمركز الأهرام للدراسات السياسية. مساء الخير يا أستاذ بهاء، وأهلا بحضرتك. ربما التبس الأمر على البعض اليوم في موضوع استقالة بوريس جونسون، برغم من هو إجراء دستوري أو روتيني بعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 12 من شهر ديسمبر. ما هي الإجراءات المنتظرة وصولا إلى 12 من شهر ديسمبر؟ هو البرلمان يلزم رئيس الحكومة، أو الأعراف الدستورية هناك تلزم رئيس الحكومة بأنه قبل الدعوة للانتخابات يكون هناك مدة لا تقل عن 5 أسابيع ما بين الدعوة للانتخابات وما بين يوم التصويت. وبالتالي كان اختيار 12 ديسمبر مبني على الحسابات دي، مبني على أنه في احتفالات الكريسماس في شهر 12، وبالتالي كان في حسابات ضيقة أنه يجب أن نلحق المواعيد الخاصة بال 25 يوم دي، يبقى نلحق احتفالات ديسمبر، يبقى نلحق مسألة أنه في طلب وجامعات هتنتهي في الوقت ده، فمحتاجين تصويت الناس دي أو مش محتاجين. كل الحسابات دي كانت بتوضع وقت اختيار اليوم ده، وبالتالي تم الاستقرار على 12 ديسمبر، في مقابل كان في كلام على 9 ديسمبر، الأغلبية اختارت 12. وبناء على كده بيتم حل البرلمان البريطاني، ثم يستقيل رئيس الوزراء رسميا حتى يتفرغ لحملته، كما انه بيكون في يعني في جهاز بيروقراطي بيسير البلد لحتى بدء تشكيل الحكومه الجديده اللي هتبدا تبان بعد 12 ديسمبر في حاله انه في اغلبيه او ما فيش يعني. طيب انا هرجع لحضرتك في التوقيتات لغايه ما نوصل ليناير، لانه عامل الزمن او عنصر الزمن برضو مهم في هذه الازمه او في هذه القضيه. الآن الحزبان، الحزب المحافظين وحزب العمال، يعني حملتهم الانتخابية ما فيهاش برامج، هو الأمر كله متعلق بالبريكزيت أو تفاصيل البريكزيت، أليس كذلك؟ لا، هو في برامج من الاثنين يعني. بالنسبة للمحافظين عندهم مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى الحديث عن مسألة بريكزيت، دي مسألة أساسية ضرورية. المسألة الثانية الكلام على وظائف الشرطة وعدد الوظائف الممنوحة، والمسألة الثالثة ودي الأهم اللي هيكون فيها خلاف في المحافظين، مسألة خدمات الرعاية الصحية. بريطانيا النهاردة بيتكلم، المحافظين بتتكلم عن أنه في فرصة كبيرة لو تم خروج من الاتحاد الأوروبي هيبقى في اتفاق مع أمريكا في الجزء ده. المسألة دي مسألة حياة أو موت في بريطانيا، إن بريطانيا أهم ملف بتشتغل عليه وجزء من اقتصادها هو الخدمات الصحية دي. إذا يعني
الاقتصاد البريطاني عموما 80% منه خدمات، جزء من خدمات تعليم وصحه. البريطاني عارفين كويس قوي انه اي لعبه في الملف ده بيضر بمستقبلهم، مش بس مستقبلهم كمواطنين او بيزنس، لا ده مستقبل الحياه عموما لديهم ومستقبل سمعتهم عالميا هو الملف ده. والملف ده عرضة ان هو يطرق عليه بعض التغييرات طبعا بعد في حال خروج من الاتحاد الاوروبي، يعني برضو بنرجع تاني للبريكزيت في البرامج، مش بس بنرجع، لكن احنا بنتكلم على فكره انه في تغيير في الملف ده تحديدا، ما في ملفات تانية ما فيهاش تغيير او ما عليهاش خلاف او مش ازمه قوي. حتى هتلاقي برضو باقي الاحزاب ما عندهاش ازمه في ملفات تانية، وبالتالي الملف تحديدا ده معيار للحديث او مؤشر للحديث في الانتخابات دي، لان هو بيتكلم على استراتيجية دولة هتبدا تفكر هي هتعمل ايه ما بعد البريكزيت. يبقى بالتالي الازمه اكبر من يتم اختزالها انه ده بريكزيت ولا مش بريكزيت خالص. يعني ده بالنسبه للمحافظين. العمال عنده اكتر من كلام. العمال طبعا زي كل احزاب هيتكلم في قصه بريكزيت. هو عنده اكتر من سيناريو في المساله دي. هو بيقول ان انا هتفاوض تاني على بريكزيت مع الاتحاد الاوروبي، وعامل نفسه اجنده هي 3 شهور او من 3 ل 6 شهور. جوه الفتره دي هو عاوز كمان يعمل استفتاء على حاجتين. مش هيرجع باستفتاء 2016، هيغير في صيغته، هيخليه الموافقه على البقاء في الاتحاد الاوروبي تاني او الخروج باتفاق هو يعمله. وبالتالي الناس مش هتبقى مخيره ما بين تخرج ولا تقعد، لا هي يا تفضل يا تاخد اتفاق بالبرنامج ده اللي هو هيعمله. وبالتالي في مفيش حاجه اسمها خروج بدون اتفاق، ده في برنامج حزب العمال. بس كيف يصوت مواطن على برنامج لم يعرض على الطرف الاخر وهو الاتحاد الاوروبي؟ يعني مين اللي قال ان الاتحاد الاوروبي سيوافق او سيعتمد هذا البرنامج لحزب العمال؟ الكلام ده مبني على حاجه واحده بس، ان هو شكل حكومه خلاص. هيروح يتفاوض مع الاتحاد الاوروبي. بعد ما يخلص تفاوض هيعرض البرنامج للناس. الناس تختار تبقى في الاتحاد الاوروبي نهائيا ونلغي الاتفاق ده، ولا موافقين على الاتفاق ده. تمام. هو بيعمل كده ليه؟ هو شايف انه عاوز نوعين من الناس، نوع هي عايزه بقى البقاء في الاتحاد الاوروبي للابد، وطرف تاني هو عنده ازمه في الخروج، بس اتعلم في الثلاث سنين اللي فاتت دي ان الخروج كارثه. الخروج بدون اتفاق كارثه والخسائر كتير. بالتالي لا، انا عايز اخرج عشان بدلت الزعامه والبريطانيا في العالم والقوميه وكل الكلام ده. طيب ازاي اخرج واحافظ على اقتصاد بلدي؟ ان يبقى في اتفاق يرضي الطرفين. الاتفاق ده جزء منه 3 افكار رئيسيه عند جيرمي كوربين. رقم 1 اتفاق اتحاد جمركي جديد يتم تفصيله بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. وبالتالي الاتفاق ده هيبقى فيه تعريفه جديده ازاي يعملوها، دي هتكلموا فيها بعدين. رقم 2 ازاي تبقى بريطانيا جزء من السوق الموحده. رقم 3 زي حريه العماله، بمعنى العماله تبقى رايحه جايه، لانه بريطانيا برضه جزء من شغلها دايما انه في نسبه عماله مهمه بتاخدها من دول الاتحاد الاوروبي ومن خارج الاتحاد الاوروبي، خاصه الجزء بتاع الكمبيوتر والصحه وهكذا. وبالتالي هو بيتكلم على الثلاث شروط دي او الثلاث ملفات دي، هو عايز يتفاوض معاهم الاتحاد الاوروبي. الثلاث ملفات دي من اهم شيء يربطهم ببعض ان بريطانيا شبه عضو في الاتحاد الاوروبي، زي فكره سويسرا والنرويج وتركيا مع اختلاف الثلاث اتفاقات. الثلاث دول في اللي بينهم مع اتفاق تجاري بس، في اللي منهم بيدخل المنطقه شنغن، في اللي منهم بيدفع موازنه سنويه. ده فكر اتحاد، ده فكر جيرمي كوربن. جيرمي كوربن بيعمل كده ليه اصلا؟ جيرمي كوربن هو زعيم لحزب من المفروض انه كله مع الاتحاد الاوروبي مع نسبه قليله، لكن هو اصلا كشخصيه ماركسيه حتى الان مؤمن بافكار ستالين القديمه والماركسيه عموما. هو نقمم سكة الحديد، نضم المستشفيات الخاصة للحكومة، فكرة تأمين سيطرة الدولة يعني. تأمين مش بس سيطرة، يعني ممكن في دول بتطبق فكرة الشراكة، الدولة لها جزء والحكومة والتخصص جزء. هو عاوز يرجع ورا في بعض الخدمات. وبالتالي هو عاوز برضه يكسب الحزب بتاعه، ما يبقاش هو ماشي لوحده فكرة. فبالتالي الفكرة بالتالي هو بيلعب على الموضوع ده، انه ازاي يبقى هو زعيم بينفذ بعض افكاره السياسية والاقتصادية، وفي نفس الوقت ما بيفكش اوصال الحزب ده. لذلك هو كل شغله النهارده على المساله دي، وده كان جزء من خطاب وسياق ماشي داخل حزب العمال من زمان، يعني فتره من 2015 تقريبا. كان الحزب منقسم، طب نعمل انتخابات ولا استفتاء؟ طيب نطلع ولا نخرج؟ كانت الاغلبيه مع البقاء، لكن هو كان ضد البقاء. لذلك هو حتى اتهموه وقتها في 2016 انه اخفق في الحمله او ما اهتمش بيها، ما اصلا مش عايز في الاتحاد الاوروبي.
بس مش عاوز يقعد بفكر الشعبويه وعاوز يمشي بفكره ثانيه، فكره ثانيه تخدم العمال، القضيه العماليه الاصليه اللي هي جزء من فكر الحزب القديم يعني. طيب استاذ بهاء، يعني قبل ان نصل الى التفاصيل او السيناريوهات، خليني برضو اضع التوقيتات امامك لشرح تفاصيلها، وهل الوقت سيخدم او سيعود بالنفع على المحافظين ولا على العمال بالسيناريو اللي حضرتك تفضلت وشرحته او الخطه او البرنامج الخاص بهم؟ يعني لما تكون الانتخابات يوم 12 وسيحل البرلمان، اذا لا يوجد نقاشات حول اي موضوع خلاص تمام، بعدها عطله اعياد الميلاد او عطله الكريسماس، بعدها بكم اسبوع هتبقى المهله الاخيره كما اعلنها الاتحاد الاوروبي. فعلى اي اساس جيرمي كوربن يتحدث عن انه سيدخل في مفاوضات جديده مع الاتحاد الاوروبي؟ اول الاتحاد عنده من المرونه انه يقبل اي اي حاجه ما تطلعش بريطانيا. لا مش بس كده، انه كان جزء من شرط الموافقه على التمديد وانه في تغيير سياسي داخل بريطانيا. اي تغيير يحدث بدون انتخابات، وبالتالي كان حتى ماكرون كان واضح في المساله دي، ماكرون قال انا مش هوافق على تمديد بريكسيت الا لما يكون في تغيير سياسي. لما كان في كلام على ان الموافقه على الدعوه للانتخابات مرهونه بان جونسون يعني يهدي اللعب في موضوع الاتفاق بدون الخروج بدون اتفاق، راحوا عملوا له فكره ان في قانون يمنعه اصلا من الخروج بدون اتفاق، هو بتاع قانون بن، وبعديها في قانون تاني هيوقف نفس المساله او هيساعدها بحيث انه يربط ما بين الخروج عدم الخروج اصلا وما بين ان يبقى في فرصه كبيره لدراسه الاتفاق الجديد. الفرصه دي ما كانت مفتوحه، فبالتالي كان في مقايضه من كذا جانب، مقايضه في الاتحاد الاوروبي ان احنا هنوافق على التمديد مقابل ان انتوا يبقى عندكم تغيير سياسي عشان نعرف انتوا عايزين ايه في الاخر. ده اللي بيستند عليه جيرمي كوربن، اذن مش بس جيرمي كوربن، انه في مرونه انه ممكن يعني هو راى مرونه من الاتحاد الاوروبي. نفس المرونه دي الاتحاد الاوروبي راح رضي يقعد مع جونسون ويعيد الحديث عن الاتفاق والديدلاين اللي فات او المده اللي كل مره كانوا برضو قالوا ان دي كانت اخر مده وبعد كده طلع في مده. لا هو كان في كلام دخل الاتحاد الاوروبي، كان في تصريح مهم جدا او تسريب مهم جدا عن ميشيل بارنيت قال فيه بالحرف كده انه كل ما بنطول مده مفاوضات بريطانيا ده في صالح الاتحاد الاوروبي، وان كل ما بنزهق بالمعنى الصحيح كده بريطانيا من الخروج ده في صالح الاتحاد الاوروبي، وده اللي بيحصل فعلا. حتى قبل مساله طرح 31 يناير مده جديده كان في كلام انه ليه ما نمدهاش لحد الصيف اللي جاي، اللي هو انتوا عيشوا مع بعض تخلصوا مشاكلكم داخل بريطانيا وهاتوا رئيس جديد وزراء او حزب جديد او اعملوا اللي انتوا تعملوه واحنا معانا للصيف. طيب ما هو هنا برضو السؤال دي الفكره اللي بتخلي انه الاتحاد عنده مرونه كبيره لمساله التفاوض، بس بشرط انه يفهم هم عايزين يدخل بريطانيا. دي من ناحيه، من الناحيه الثانيه الوقت فعلا مش كبير قوي، لكن ينفع كل حاجه تخلص يومين، بمعنى ازاي؟ ان النهارده لو انتخابات تخلص في 12 ديسمبر مش محتاجين اكتر من يوم نعرف مين الحزب الحاكم، مش محتاجين من اقل من اسبوع في ظل الازمه دي، لان وضع بريطانيا يختلف عن ازمه ايطاليا في 2018، يختلف عن ازمه المانيا في 2017 في تشكيل حكومه. الوضع هنا يعني مش هيبقى مش بنفس الازمه اللي هناك. هنا ازمتهم مختلفه لدرجه مش ما ينفعش يطولوا فيها، لان واضحه العمليه تاريخيا في تحالفات ثابته، الخضر بيبقى مع العمال، الليبراليين بيبقوا مع المحافظين، القوى من سكوتلاند ممكن يكون اقرب لحزب العمال، يعني كل حزب في حال فوزه في احزاب واضحه هيعرف يعمل تحالف مع احزاب ثانيه اللي هي الاحزاب الاصغر يعني. تاريخيا كده واضحه، يعني مثلا عمر الليبراليين مش هيشكلوا حكومه ولا هيشكلوا في وجهه نظري يعني. الخضر نفس الكلام مش هيشكلوا خالص. القوى من سكوتلاند بيلعب على 59 مقعد بالظبط، اللي هم 59 دايره اخره يجيبهم يعني. يعني هو كان 2015 كان جاب حاجه و50، جاب 17 خسر جزء كبير فرجع 35، هو برضه يطمح النهارده يرجع تاني بحاجه و50 وهكذا يعني. ده بيدل على حاجه واحده، ان في الاخر العمليه محسوبه، مين هيبقى الاول ومين تاني، وبعد كده لو في حاله ما حدش حقق اغلبيه من دول هيسحب حزب ثالث يطلع معاه يشكل حكومه. فالامور واضحه. كمان الاستطلاعات الراي برغم ان هي مش دايما تكون يعني ذات الكفاءه او اللي اتوقع منها كل حاجه، لكن في الاخر هنتكلم على انه في شغله في الارض واضح، في احداث بتقول ان في احزاب مرتفعه النهارده، اهم الاحزاب وجهه نظري هم الليبراليين مش حد تاني، لانه في الاخر برنامجهم واضح وما عندهمش مشاكل في اي حاجه. صحيح ممكن ما يشكلوش حكومه بس هيبقى ورقه رابحه لاي حزب،
لانه في الاخر يعني ممكن يكون عنصر مؤثر يعني. طبعا لانه النهارده هو الحزب الوحيد اللي عنده مش بس برنامج واضح، عنده جماهير واضحه. كل اللي مؤيد الاتحاد الاوروبي نسبه كبيره هو ممكن يكون مع الليبراليين. طيب مش بس هو، الناحيه الثانيه في ناس خايفه من فكره جيرمي كوربين، خايفه فكره ان يعني ينضم المدارس الخاصه العامه دي، يعني يرجع الاشتراكيه ثاني، يعني كل الكلام ده بعض الناخبين بيخليه هو عارف هو جاي يصوت للعمال انه احتمال يحصل الموضوع ده. طب وهل نفس النسبه دي حصلت على الطمأنينة المطلوبه من حزب المحافظين؟ هنرجع ان المحافظين عنده ازمتين. الازمه الاولى انه اولا عدد الذين ايدوا بريكزيت في 2015 قلوا جدا عن المؤيدين النهارده. بالناس اللي طلعت الراي بيقولوا انه لو عملوا استفتاء في اي وقت هيبقى 52 بقاء في الاتحاد الاوروبي و48 لصالح الخروج، عكس 2016. طيب في 2016 الناس اللي راحت عيد الاستفتاء كانت عارفه ومتاكده ان دي رغبه المحافظين او اغلبيتهم، لان المحافظين هم اللي دعوا في 2013 انه لو فزنا بالحكومه هنعمل اتفاق بريكزيت، يعني استفتاء عن بريكزيت. اذا اللي راح سوا كان عارف مسوق لايه، مش بس حزب فقط. طيب الازمه عند المحافظين في ايه تاني؟ انه جزء من الجماهير مش فاهمه اصلا الاتفاق المعمول النهارده. المحافظين قبل قرار تويتر وفيسبوك انه يمنعوا الاعلانات السياسيه عليهم، كان جونسون طلع يعني شويه ملصقات او شويه بوستات على الفيس، حوالي 17000 بوست وصل عدد المشتركين والكلام ده، يعني بالحرف الناس قالت اللي طلع شمالهم ان احنا مش فاهمين اصلا الاتفاق ده عن ايه. وبالتالي هنا في ازمه انه انت مش موضح الناس الاتفاق عن ايه. اذا كان الاحزاب جوه البرلمان كان واسع في خطوط عريضه وكانوا محتاجين يدرسوا ال 500 صفحه دول، وده كلام منطقي ان انت النهارده بتقول لي حزب، بتقول لي برلمان كامل خد امضي على اتفاق 500 صفحه في يومين ثلاثه، لا مش هينفع، فبالك الشعب كله. يبقى هو المحافظين عاوز يثبت ان هو ارجع تاني، يا اما انا الحزب القوي اللي انا عملت اتفاق. طب ما لازم اعمل اتفاق، انت ايه اللي بتاعك؟ طيب انا ما عنديش اتفاق، بس انا لو ما انتخبتنيش هتاخده حزب العمال وهكذا، لا هتاخده الليبراليين. بالتالي الازمه داخل المحافظين انه الجمهور وحقيقي مش واضح مين. هل هم المؤيدين لبريكزيت؟ طيب ما في عندنا حزب بريكزيت لوحده، بالتالي هيبقى في تفتيت اصوات ما بين بريكزيت وما بين المحافظين. طيب النهارده استطلاعات الراي رغم ان احنا متفقين ان هي مش دايما يعني ما بتبقاش دقيقه في اغلب الوقت، هو مش دايما، ولكنها بتشير انه حزب المحافظين متفوق برغم كل الازمات اللي فيه على حزب العمال لحد دلوقتي. طيب حزب المحافظين برئاسه بوريس جونسون، بوريس جونسون من ضمن السلوجنز بتاعته او الشعار الرئيسي كان ان هو سينسحب بدون اتفاق ان لم يتم التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، ده ما حصلش. طيب ما الذي يعول عليه حزب المحافظين لكسب اصوات الشارع اذا كان نفس الحزب لم يحقق شيء حتى اللي جه عليه او جت عليه الحكومه الاخيره وهي حكومه بوريس جونسون؟ التعويل حسب بعض الرؤيه الثقافيه الفكري المواطن البريطاني انه المحافظين بيبنى على فكره النزعه القوميه لبريطانيا، وانه ما زلنا احنا من اهم دول العالم التي يجب لها سياده عالميه مختصه خاصه بها، وانه الاتحاد الاوروبي قلل من سيادتنا وهكذا. وبالتالي انه بيلعب على الرهان ده، انه والله يا جماعه باقي الاحزاب سوف تجعلكم عبيد او رهينه للاتحاد الاوروبي، احنا لا، احنا هنحافظ على قوميه بريطانيا. لما نيجي نخرج هنخرج باتفاق النهارده، ففي الخطاب هيتغير شويه، مش هينفع نخرج بدون اتفاق، اتلغت دي. وان العائق الوحيد النهارده امام المساله دي هو حزب العمال، فما انتخبوش. وده الكلام اللي بوريس جونسون طلعه النهارده في خطابه، انه العائق امام بريطانيا او الاتفاق العظيم اللي انا عملته نفس اللفظي هو حزب العمال، فلذلك يجب ان تعطيني اصواتكم حتى اخرج بالبلاد لبر الامان بعد 3 سنوات من عدم وجود نهايه لهذه المساله، وانا هقدم وهقدم وهقدم. جزء من ازمه جونسون في هذه المساله انه ما عندوش خطه واضحه للبديل، ودايما بيتكلم على انه هقدم لبريطانيا كذا، لكن بعض الخبراء سالوه طب هو ايه فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ اقتصاديه، مفيش كلام. يعني حتى نفس خطاب بوريس جونسون، نفس خطاب ناجل فراج عن المساله دي، الاثنين بيقولوا كلام ما فيهوش تفاصيل تتفهم. يعني بوريس جونسون قال في فوائد عظيمه للخروج، طيب ايه هي؟
ده انت بس عليك خسائر النهارده لو في نفس الاتفاق 70 مليار اتفاق بس تفاصيل المملة الصغيرة دي 70. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، انت حد النهاردة ما قلتلاش بعد 2020 هتعمل ايه؟ يعني 2020 انت هتطلع ماشي، هتعمل ايه بعد كده؟ مش قايل. رقم تلاتة، انت بتبني على انه انت هتعمل شراكة مع ترامب. ترامب وامريكا عموما فوق ال 20 سنة بتعمل مفاوضات مع اتحاد اوروبا على الشراكة، ما عملهاش حد النهاردة. هتعملها معاك انت في سنة؟ عالميا اتفاقات التجاره بتطول. هو لديه من الوعود اللي تطمنه لحاجه زي كده، وهو كان بيتحدث، هو ترامب بيحترم اي تحالفات ولا وعود؟ هو كان بيتحدث على انه هيبقى فيه تدفق للاستثمارات، وانه ترامب سيساعده او سيساهم في تعزيز يعرف الاقتصاد البريطاني عن طريق صفقات سلاح مثلا مع دول الخليج. ده اللي كان بيتقال في الفتره اللي فاتت. صفقات السلاح مع دول الخليج، هو ما فيش غير بريطانيا. الخليج بيستورد من فرنسا، بيستورد من المانيا، بيستورد من شرق اوروبا، بيستورد من كل العالم. مفيش دوله في الخليج. يعني هي دي الفكره اللي كان بوريس جونسون بيحاول يسوقها للشعب. وده كلام مش منطقي، لان هو نفس الراجل ده طلع رجع لنفس الكذبه القديمه بتاعه ان هناخد 350 مليون استرليني كاني هندفعهم للعلاج الصحي. صح. طب ما طب انتبهت من الكلام ده كذب. انت بيعود هاني. اذا في استخفاف شويه بعقول بعض المواطنين هناك. انت النهارده بتقول نفس الكلام لثبت كذبه، والمحكمه جابتك بسببه عشان تتكلم عنه. فبيعود تاني. الحاجه الاهم من ده كله، هو النهارده اي باحث سياسي او حتى صحفي في بريطانيا مش عارف ومتاكد مدى نظره ترامب لتفكيك الدول ورغبته في عدم وجود اتحاد اوروبي قوي طبعا، او اي تكتل. اي تكتل مظبوط. اي صحفي في بريطانيا مش عارف كويس قوي ان هذا الرجل لا يحترم اي حد متخصص يعني يحترم اي اتفاقات ده. الحاجة الأهم من ده كله، هو إيه الدليل اللي ضمن بريطانيا لترامب؟ يعني إيه الدليل على كده؟ وعود؟ طب ما هو راجل كل يوم بيصحى الصبح بيغير وعوده. ده كمان مش كده بس، ده راجل يعني مستقبله أصلا مش مضمون النهارده. طب وبناء عليه يا أستاذ بهاء، يعني إذا كان من سيصوت للحزب حزب المحافظين سيصوت مثلا خلينا نقول أو جزء منهم كبير هربا من حزب العمال طبعاً. بأفكاره اللي قد تبدو يعني غير متوافقه مع المرحله السياسيه اللي بتمر بيها، ومش واضحه هو انت مع بقاء الاتحاد الاوروبي 100% يبقى خلاص انا هبقى معاك، ولا انت مع ان هنرجع تاني للعبه استفتاء ومش استفتاء. طيب انت هتشكل حكومه، انت فعلا لما هتشكل حكومه بافكارك دي؟ طب ما احنا الافكار دي احنا عندنا ازمه معاها اصلا. احنا مع الاتحاد الاوروبي كجمهور العمال، بس مش مع افكار ماركسيه. فبالتالي انت ما تربطلناش افكارك دي بالبقاء في الاتحاد الاوروبي. إذن أنا أفضل لي أنتخب الليبراليين اللي واضحين، مع العلم برضو أن المواطن البريطاني عنده أزمة شوية، أنه مش مهم بالتغيير قوي. يعني التغيير عنده بطيء على عكس الفرنساويين أو الألمان اللي ممكن يجيبوا حزب يطلعوه حزب جديد زي ما عاد ماكرون. البريطان لا، البريطان دايما في عز ما كان حزب الاستقلال في 2014 كان حزب ضخم وخد أكبر مقاعد في البرلمان الأوروبي، بعدها بسنة مدوش غير مقعد واحد في البرلمان البريطاني. طب ازاي ده؟ وقتها قالوا انه في حد بيدير دوله وحد ينفع يتكلم في البرلمان الاوروبي. دي وجهه نظر بتاعت البريطاني. في اختلاف ما بين ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ الدورين نفس الكلام. حتى زعيم حزب الاستقلال بعد ما ساب الحزب وقعد في البيت شويه وما اشتغلش سياسه على اساس انه يعني خلاص عمل اللي عليه، فجاه قرر يعمل حزب بريكزيت. الاسم بتاعه واضح ان ده عاوز يعمل ايه. طيب جاب ناس كانت طالعه من محافظين، ناس طالعه من الحزب الاستقلال، ناس طالعه من الحزب، خدوا اكبر مقاعد في البرلمان الاوروبي، عملوا استطلاع راي في نفس الوقت ده للمواطنين، هل هترشح حزب بريكست في لو كان في انتخابات مبكره؟ قال لك لا. ليه؟ قال هذا الحزب لا يصلح الا للمكلمه في البرلمان الاوروبي. طب في الدقيقه المتبقيه استاذ بهاء، طيب لو فاز بكل النقاش بتاعنا او التحليل بتاع حضرتك حزب المحافظين، ما الذي بوسع حزب المحافظين بحكومه جديده ان يفعله ازاء البريكزيت في المده المتبقيه فتره التمديد لحد يناير؟ لو فاز بحكومه مطلقه، اغلبيه مطلقه، اللي هي ياخد 326 مقعد بالظبط، فكده معناها حاجه واحده بس، ان هذا الحزب اولا متحد، ان كل النواب الجدد دول جايين على برنامج جديد، برنامج اتفاق جونسون
مش غيره. على عكس قبل كده كان جايين على فكره انه في مؤيد وفي معارض. طيب دي معناها انه اتفاق جوتس سوف يطبق، اللي هو الخروج من اتحاد اوروبي في هذا الاتفاق، اللي هو شبكه الامان الموجوده بالطريقه الجديده، فتره انتقاليه تنتهي في 2020، بعدها نفاوض على نمدها سنه او اثنين. هيبقى تفويض لجونسون ببرنامج بيمشي برنامج. طيب جم بسرعه كده، جم من غير اغلبيه، يعني من غير اغلبيه مطلقه، كونوا تحالف. هنرجع تاني نفس الازمه اللي احنا فيها. هنفضل تاني نتكلم كده. نتكلم كده نفس الازمه. جميل جدا. استاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الاوروبيه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه، حضرتك شرفتنا، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعات حلقات الاتجاه الشمال. نلتقي بكم الاسبوع القادم في ذات الموعد. الى اللقاء.